فركز فيها هذا ومن تخلف عنها هلك. هذا بناء صار بدفاع سيدة بلا حسد ونافذا بلا حسد وغنيا بلا خطة ولا ثبات. وهذا ابو ذهب عم النبي لما عصاه سيصلى نارا داخل بدر. خذنا في رحاب الايمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعظم العقلاء باستمرار السلوك والعقول حيث بلغ رساله وارسى حضاره متميزه. كانت الحضاره مدينه فضيله وكانت حربا على رديئه. فهو صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اثرا في تاريخ الانسانيه بما أرساه من مفاهيم وقيم روحية وعملية وأخلاق ومبادئ كانت أساسا لفترة جديدة في تطور الإنسان روحيه. خذنا في رحاب الإيمان معا أرفع وبفضاعة إلى الحق تبارك وتعالى ونبقى مع هذه الامتهانات والمدائح النبوية والمدعية التي يقدمها لنا المفتي الشيخ علي الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا واشف مرضانا ويسر امورنا. اللهم احفظ مصر بلد الامن والامان يا رب. احفظ يا ربي لها جيشها وشعبها وعزها ومجدها. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت القلوب بأطيب الأنعام.
المبتدأ
عليك سيدي يا رسول الله. يا أكثر الناس تواضعا وأينهم جابر جانبا، يا من جمع الله لك كل العقول في الأنبياء والمعجزات والخصائص، فأتاك شجاعة نوح وإنسان إسماعيل وفصاحة صالح.